انخفاض على درجات الحرارة يوم الغد وهبوب للرياح قوية على المملكة في معظم المناطق وغبار في المناطق الصحراوية وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميدلابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. تتأثر المملكة يوم الغد بتابعات ثانوية لمنخفض جوي يتمركز بعيدا عن المملكة، وكما نشاهد هنا من خرائط سرعة هبات الرياح تأتي هذه التبعات على شكل هبات نشطة للرياح الغربية القادمة إلى المملكة، ليكون هنالك إثارة للأتربة والغبار في المناطق الصحراوية، تحديدا في المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية من المملكة. أيضا من تبعات هذا المنخفض الجوي تكون انخفاضات حادة على درجات الحرارة الليلية تحديدا، كما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة نهارا يكون هنالك انخفاض على درجات الحرارة في ساعات النهار، ولكن تهبط درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل لتصبح أجواء شتوية في معظم المناطق تحديدا في ساعات الليل. في هذه الليلة الأجواء صافية في عمان، 12 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 13 كيلومتر في الساعة. وفي ثلاثة أيام القادمة كما ذكرنا يوم الأربعاء رياح نشطة، درجة الحرارة تصل إلى 15 درجة مئوية نهارا وستة ليلا. أما يوم الخميس والجمعة فانخفاض على درجات الحرارة النهارية لتصل إلى 10 درجات، أما ليلا كما نشاهد أجواء باردة وانخفاض من 5 إلى 4 درجات مئوية في ساعات الليل في العاصمة عمان. ومن عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالا من إربد، رياح نشطة في كافة المناطق الشمالية من 18 إلى 10 درجات مئوية في إربد، في المفرق 18 إلى 7 درجات، جرش 19 إلى 9 درجات، وفي عجلون من 17 إلى 8 درجات مئوية. في عمان 15 إلى 6، في الزرقاء 18 إلى 8، في البلقاء 16 إلى 7، في مادبة 16 إلى 6 درجات، وفي البحر الميت غيوم متفرقة من 27 إلى 16 درجة مئوية. في الكرك 16 إلى 15، في الطفيلة 15 إلى 5، في معان رياح مثيرة للأتربة أيضا من 20 إلى 6، وفي جبال الشرا من 15 إلى درجتين في ساعات الليل، وفي العقبة من 30 إلى 13 درجة مئوية. في المناطق الشرقية والرويشد هنالك فرص لزخات من الأمطار أيضا مصاحبة لهذه الرياح، 23 إلى 6 درجات، كذلك الأمر في الصفاوي 21 إلى 6، وأخيرا في الأزرق 22 إلى 8 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميدلابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.